أهلا بكم لموجز لأهم الأباء. رحب عضو المجلس الرئاسي المقترح فتح المجبري بقرار آمر ميليشيات الكرامة خليفة حفتر تسليم الموانئ النفطية لمؤسسة النفط الموازية في بنغازي. وقال المجبري في بيان تحصلت النبأ على نسخة منه أن القرار يضمن للمؤسسة العسكرية الليبية الناشئة متطلبات استمرارها وتعزيز قوتها لمحاربة الإرهاب وبسط سلطة الدولة بحسب وصفه، داعيا المجتمع الدولي لدعم الحوار بعد القرار الجديد لحفتر. قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن قرار خليفة حفتر تسليم موانئ الهلال النفطي للمؤسسة الموازية جعله فوق القانون بتجاوز القرارات الواضحة لمجلس الأمن والقانون المحلي الليبي. وأضاف صنع الله في بيان له أن ما قام به حفتر لا يختلف عن ما قام به رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية إبراهيم الجدران حسب تعبيره. وشدد صنع الله على أن ميليشيات الكرامة لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكنها من السيطرة على صادرات النفط في ليبيا، داعيا المجتمع الدولي لدانة هذه الأفعال المخالفة لقرارات مجلس الأمن واتفاق باريس. طلب رئيس التكثل الفيدرالي أبو القاسم النمر بإعلان برق إقليما فيدراليا وضامنا لحماية تدفق النفط للسوق العالمية. النمر وفي رسالة وجهها عبر صفحته على الفيسبوك لآمر ميليشيات الكرامة خليفة حفتر دعا إلى رفض مسودة الدستور معتبرا أن الحل يكمن في النظام الفيدرالي أو الكوندفرالي. وطلب إقليم طرابلس وفزان بالتوافق على أحد هذين النظامين وبإبلاغ الأمم المتحدة بأن هذه الخطوة جاءت لمعالجة ما وصفه بالانسداد السياسي. قالت مصادر محلية بدرنا إن قوة حماية المدينة اقتحمت تمركزات ميليشيات الكرامة بحي شيحة الشرقية. وأضافت المصادر للنبأ أن الميليشيات قامت بالسطو على عدد من المحال التجارية بسوق الظلام بالمدينة الذي يشتهر ببيع وشراء الذهب والعملة والأزياء الشعبية قبل استعادة قوة حماية المدينة السيطرة عليها. ختام الموجز للقاء.